السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أرحب بجميع الحضور من كافة أنحاء الوطن العربي، وأرحب بالسيدة نبيهة بن عايشة والسيد وائل ضوادي في الإشراف معي اليوم، ونرحب بالأستاذة شادية عبد الرزاق التي ستواصل الورشة الثانية في إعداد حقائب رقمية، وهي مدرب خبير معتمد لدى مايكروسوفت ومدربة معتمدة بالجمعية، باحثة دكتوراه وتربية في عين شمس مناهج وطرق تدريس. إذا نرحب بك الأستاذة شادية ولك الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. وبس أحب أصحح، أنا أخدت الدكتوراه من تقريبا من 6 أو 7 شهور، فيعني سعيدة بتواجدكم معنا. إن شاء الله هنتواصل، هنكمل اللي بدأناه امبارح إن شاء الله النهاردة مع بعض. المحاضرة هتبقى خفيفة بإذن الله، فيه طبعا معلمين كتير. لما امبارح عملنا الفصل على جوجل كروم، على جوجل قصدي جوجل كلاس روم، طبعا ادينا مهمة كده عشان يعني نعرف ازاي لو انت عملت فصل واديت مهمة او واجب للطلاب، ازاي يعرفوا يجاوبوا او ازاي يعرفوا يرفعوا الواجب. طبعا فيه عدد قليل استجاب، لان طبعا ما كناش شرحناها. النهارده ان شاء الله هننطلق من الجزئيه دهيا، لان انت طبعا ممكن تعمل فصل لاولادك. طبعا جوجل كلاس روم مجاني تماما للي عنده حساب في جوجل، مجرد تنشئ ايميل على جوجل، اذا كده هتقدر ان انت تفتح فصل وتنشئ فصل واثنين وثلاثه زي ما انت عايز على جوجل كلاس روم. طيب ايه الميزه في جوجل كلاس روم؟ قلنا ان هو مجاني تماما. فالنهارده ان شاء الله هننطلق من الجزئيه دهيا. وبرضو عملت لكم كود، انا هشارك، بس عايزه اشارك الشاشه عندي، وان شاء الله هننطلق باذن الله. النهارده هتبقى ورشه، او يعني ورشه رائعه، لان احنا هيبقى الشغل خفيف من زي امبارح. وبرضو اللي حابب ان هو يسال في حاجه امبارح قلناها وما وضحتش او نعيد شرحها، يعني يتفضل قبل بدايه الورشه يقول، عشان نراجع برضو على الحاجات اللي سقطت مننا امبارح وكنا بنشرح بسرعه. فيعني انا تحت امركم وان شاء الله هنبدا. بس يا ريت يا استاذه تديني المشاركه عشان اقدر اشارك، لان زر المشاركه مش عندي، مش اكتف. لحظة أشوف الأستاذة. اتفضلي. تمام كده، هشارك بقى انا الديسك توب عندي. أستاذة ممكن تشاركي؟ أستاذة شادية؟ قطع الأرسال عند الأستاذة شادية. أستاذة شادية؟ لا موجودة. لا ما هيش موجودة. إذا ننتظر قليلا حتى تعود الأستاذة شادية. هاي رجعت. تاني الصوت كده، سامعيني؟ واضح أستاذة. نسمعك أستاذة. نعم تمام. ممكن تشاركي؟ شاركت أنا الشاشة بتاعتي أهو كده، شايفين الشاشة بتاعتي؟ لم تصل بعد. كده وضحت؟
لا ما زالت. إلى حد الآن لا. ما زالت. طيب هعيد المشاركة، هقفل وأعيد المشاركة تاني. وضحت الدنيا ولا لسه؟ تمام. أي وضحت أستاذة. طبعا أنا هعدي كده بالراحة على العرض من أوله لآخره، نشوف إحنا خدنا، نشوف الحاجات اللي خدناها إيه. خدنا جوجل كلاس روم الأيقونة دي، طبعا الصوت لسه، الصوت تقريبا في كان في برنامج على والويندوز، ويندوز 10 هنقوله. الفيديو كده خدناه، صوت قصدي، الصوت ده، الصوت دي أيقونة الصوت. ده التايمر اللي احنا هنشوفه بس طبعا عبر موقع، وده الفيديو عملناه امبارح. تمام. دي الصورة برضو هنشوف، هنشوف هنعمل ايه. طبعا دي علامة التفاعل او البرامج التفاعلية، دي طبعا ممكن ما نتطرقش ليها النهاردة لانها اتشرحت في لقاءات الجمعية، فمش حابين نقول حاجة متكررة. الايقونة دي ترمز الى البرامج التفاعلية بين الطالب والمعلم، والجمعية حقيقي كانت عاملة ورشة تقريبا أول امبارح عن البرامج التفاعلية، والأيقونة دي خاصة بالتقييم أو الاختبارات الإلكترونية. وأعتقد إن في ورشة إن شاء الله في الأيام القادمة أو في الأسابيع القادمة هتتكلم مخصوص عن التقييم الإلكتروني، فطبعا أنا حبيت بس أحطها عشان تبقى ملم بكل الحاجات المفروض يبقى المعلم الرقمي عارفها أو تعتبر من أدوات المعلم الرقمي. فطبعا هنستعرض هنا، امبارح اتكلمنا عن فري كام، اتكلمنا عن جوجل كلاس روم، ولو ان باقي في جزء قلنا هنشرحه حالا ان شاء الله، اللي هو جزء ازاي تدي مهمة في الفصل ويردوا عليك الطلاب. وكنت اقصد بيها ان انت تتدرب، ان انت تتدرب ازاي تدي واجب للطلبة، ولما هيسألوك يعني يا مستر او يا ميس هنعمل ايه في الواجب، انت تبقى عارف يرفعوه ازاي. فانا هشرح الحتة دي النهاردة، يعني احنا هنخش في جوجل كلاس روم اللي انشأناه امبارح، وهتشوفوا ردودكم وهتشوفوا الواجبات تترفع ازاي، ويبقى احنا كده ايه، جوجل كلاس روم ما فيهوش حاجة تتاخد. طبعا فوكارو انا شايفة ناس ما شاء الله امبارح بعتولي او النهارده بعتولي ملفات صوت من فوكارو، اذا عندكم فكره بيه بس هناخده، يعني هو سهل بس هنتصفحه ونستعرضه. النهارده هناخد ازاي نعمل خريطه ذهنيه من خلال الكترونيه، من خلال موقع اسمه bobled.com، كيفيه التعامل مع الصور. امبارح خدنا سنيبنج تول، وطبعا برنامج البينت ممكن نعدي عليه سريعا لانه سهل. كيفية تسجيل صوت من خلال تطبيق فويس ريكوردر هنشوفه ده النهاردة. الأدوات اللي موجودة في موقع stopwatch.com فيها أدوات حلوة هنشوفها النهاردة. بتمنى إن شاء الله إن دي بقت المواقع، طبعا المواقع دي هنشوفها أهو الروابط. عندي هنا شريحة مهمة جدا، الأكواد التدريب. طبعا اكواد التدريب برضو هنتطرق ليها قبل ما تنتهي الحلقه، ازاي ناخد الكود ده هون ونعمل له ريديم. طبعا كلنا اكيد اعضاء في مجتمع مايكروسوفت اللي هو مايكروسوفت ليرن او مايكروسوفت ادوكيتر سنتر، الاسم القديم بتاع الموقع بتاع مايكروسوفت اللي احنا يعتبر اساس التنميه المهنيه للمعلم. ده بنقدر ناخد عليه كورسات، واكيد كلكم عندكم فكره ادام انتم معلمين مبدعين، او ان شاء الله اكيد في منكم خدوا الام اي اي او هتاخدوه ان شاء الله السنه دي، بحيث ان انتم المهم هنعلمكم دي اكواد تدريب. الثلاث اكواد دول يا ريت تسجلوهم عندكم عشان يبقى تسترد الشاره بتاعتك، ادام انت خدت تدريب امبارح والنهارده يبقى انت تقدر تاخد بيهم بادج من الموقع، يبقى ده هيضيف لك، طبعا هيضيف لك عمل، يعني انت اتدربت كانك بالظبط دخلت على الموقع وخدت ساعتين تدريبيتين. فعندي ثلاث اكواد تقدر ان انت تستردهم. الكود الاول اللي هو ده انا عاملاه النهارده، الاكواد دي برضو
لبرامج معمولة قبل كده بس احنا تطرقنا ليها. ما احنا من امبارح واحنا خدنا تقريبا امبارح خدنا جوجل كلاس روم وجوجل درايف وخدنا فري كام. فطبعا يا ريت نسجل بالثلاث اكواد دول. طبعا في بقية المواقع هنتطرق ليها، بس طبعا انا هخرج من الشاشة من العرض، وهنروح سريعا على الكلام اللي احنا قلناه الهوم ورك بتاع الجوجل كلاس روم. طبعا يا جماعة انا هروح على الفصل اهو، اروح على الفصل اهو. اول خليني اضغط كده على الثلاث شرط اللي على جنب واروح للفصل الاول، لان دي صفحه الستودنت وورك او الواجب يعني زي ما بيقولوا. هنشرحها بالتفصيل، ما تتضايقوش ان انا يعني انا عايزه يبقى احنا عملنا حاجه واتقنناها، لان الجوجل كلاس روم حته الواجب او الاساينمنتس او الكلاس وورك دي مهمه، وهي شبه بالظبط مايكروسوفت تيمز، اكيد كلنا عارفينه. ده برنامج من برامج من ضمن البرامج اللي موجوده في اوفيس 365، وان كان مايكروسوفت تيمز ده هو منصه لوحده لانه جامع وشامل كل حاجه، فجوجل كلاس روم شبه التيمز في حته الواجب دي بالذات ومعالجتها. فاللي هيعرف يعني يتعامل مع الكلاس وورك هيعرف يتعامل مع الاساينمنتس اللي موجوده في الفصل بتاع التيمز. تمام، طب تعالوا نشوف. احنا دلوقتي ده كود الفصل، للي ما اشتركش اقدر اكبر الكود اهو. للي حابب يلتحق بالفصل، قلنا او يمكن امبارح ما قلناش النقطه دي، لو انت معاك كود الفصل هتلتحق في الفصل بدون ما اوافق انا كمعلم. يعني لو معاك الكود انت خلاص كده تمام، مجرد ما هتكتب الكود لما تيجي تلتحق بالفصل تقول له انضمام وتكتب الكود، انت كده دخلت دايركت على طول. اما بقى لو في حاجه اسمها كوبي انفايت لينك، لو انا اديتك لينك، اللينك ده لو انت التحقت بالفصل من خلال الرابط لازم انا اعمل لك ابروف او اعمل لك موافقه. يبقى ايه الفرق بين الكود والرابط؟ كود الالتحاق بالفصل او رابط الالتحاق بالفصل، ان الكود بتدخل دايركت على طول، اما الرابط فبتنتظر موافقة المعلم عشان يوافق على الالتحاق، يوافق على ان انت تلتحق بايه بالفصل. طبعا الغرض من ان انت تاخد الكود ده هو وتلتحق بالفصل ان انت تعرف تعمل واجب، لانها حتة مهمة جدا. مهمة جدا ان انت تدي مهمة، ولما تدي مهمة الطلاب هيحلوها، فانت لازم هيسألك يقول لك يا مستر احله ازاي؟ انا هشرح لك بالتفصيل دلوقتي. طبعا احنا قلنا امبارح ان في اربع تبويبات، استريم يعني المشاركات او حلقه النقاش بينك وبين الطلاب، كلاس وورك ده الايه؟ الهوم وورك اهو، انا هروح له كده وادخل عليه وهشوف. هستعرض لكم الصفحة المهمة أو صفحة الواجب أو الهوم ورك. هنا طبعا بيبول يعني الأشخاص الملتحقين بالفصل، برضو هدخل كده ووريكم العدد، ما شاء الله عدد كبير جدا أهو، عددنا 81 students. أنا كنت أتمنى أن 230 يبقوا كلهم أهو، دول كلهم موجودين معانا. طبعا جريدز دي الدرجات، أو يعني زي ما بيقول إيه، انت اديت واجب تمام والواجب صححته، فاللي زي ما بيقولوا اللي خد الدرجه بيبان في الجريدز اهو. طبعا فيه ناس انا صححت لها وخدت الدرجه كامله، هتلاقي جنبها انا لو جيت وقفت اهو. طبعا الجريدز هنشوفهم كده، او اللي اديت لهم الدرجه اهو، دي واخدة 100% اهو. تمام، لو جيت وقفت كده في ناس بعتالي، يعني انا الليلة هعلمك ازاي تبعت،
بعتلي رابط من الموقع، يعني انت دخلتي على فوكارو ده وعملتي ملف صوت، ما تبعتليش دايركت من، لان انا قلت لك يا رابط هتشوفي دلوقتي هنا ممكن تعمل سورت كده، تدخل على السهم ده سورت يعني ترتيب، سورت باي لاست نيم ولا سورت باي فيرست نيم زي ما تحب تعمل لهم سورت، ترتب الطلاب بتوعك زي ما انت عايز. تعالوا نروح للحته المهمه جدا اللي هي كلاس وورك. انا اضغط كده هنا بقى، اضغط على الواجب. جميل جدا. بص بقى لما تضغط على المهمه او الواجب، طبعا عندك زر كرييت زائد، احنا قلنا زائد ده مفتاح الايه، مفتاح الكنز بيقولوا ولا مفتاح القرار، دايما زائد يعني هتكريت. لو انت عايز تعمل مهمه جديده هتدوس عليها. طب انا بقى كنت مدي مهمه، هروح على المهمه واضغط عليها ضغطايه واحده، هتفتح لي الديتيلز ده هنا 12 تيرند ان، تمام؟ يعني بعتوا لي الواجب ال 64 assigned، يعني لسه ما بعتوليش حاجه. الجريدد اللي تصححوا وانا بعت لهم الهوم وورك. طيب جميل جدا، تعالوا نشوف هنا. لو انا فتحت كده فيو assignments هروح اشوف ده ال دي ادي الصفحه اللي عندي موجوده بالتفاصيل، كل طالب او كل معلم منكم اقصد يعني الملف بتاعه واضح. يعني انا بالنسبه للدكتوره هبه تقريبا، دكتوره هبه، انا هروح واضغط كده واشوف الهوم ورك بتاعها. خلي بالك من الجزئيه دي، ده كده انا فتحت الواجب بتاعها، تمام؟ طب جميل، نركز بقى في الجزئيه دي جدا. انا الواجب هيظهر هنا، بس طبعا هو بيحمل. لما يظهر الواجب انا هبص عليه. طبعا انا طلبت ملف صوت، في ناس عامله لي باوربوينت، مفيش مشكله، ما يهمش، المهم ان انت تعرف. يعني مش قصدي عادي، اهم حاجه ترفع حاجه. طب انا هدوس بلاي، اشغل كده الملف بتاعي. بيقول لك زير ووز ا بروبلم بلاينج ذيس اوديو فايل، ليه لازم اعمل له داونلود؟ طب انا لو مش عايز اعمل داونلود، تراي وان اوف ذا اب بلو تو اوبن اور اديت ذيس ايتم، مفيش مشكله، انا مش عايز اعمل له داونلود عشان ما يتقلش عندي الدنيا. طيب الغرض من هنا، احنا هنجرب واحد واثنين وثلاثه. الغرض الواجب اتعمل، لان انا شايفه الملف اهو عندي، هو طبعا يعني عايز يقول لي حمليه عشان تقدري تشغليه، تمام كده الواجب تمام. وانا شفت ان ان المعلمه رفعت الايه، رفعت الواجب. هاجي هنا بقى الجزء ده بتاعك انت كمعلم، هاجي هنا الجريد الدرجه، هاجي جنب ال100 واديها برده 100 100 درجه. طبعا الدرجه دي هتبص كده، هتفتح الثلاث نقاط دول، بيقول لك تشينج توتال بوينتس، عايز تغير ال100 توتال بوينتس الدرجه كلها تغيرها زي ما انت عايز. احنا ما غيرناهاش على اعتبار ان دي ايه، دي الديفولت، فاستخدمناها عشان هي يعني حاجه ايه، مش يعني حاجه سهله بسيطه انت تقدر تعملها. اذا ممكن من هنا انت تغير التوتال جريد توتال بوينتس النقاط الكليه. انا طبعا ادام الطالب رفع الملف وانا استعرضته وشفته ان هو زي ما انا طلبت، تمام هديله الدرجه. وكمان هنا برايفت كومنتس، يعني كمان ضيف تعليق. طبعا ادام الطالب عمل واجب يبقى يستحق منك ان انت هتقول له مثلا احسنت، كلمه تشجيعيه او تعليق، تمام احسنت مثلا، بارك الله فيكي، هكتب لها كده. طيب لو في بقى فيدباك، لو في فيدباك انت كمعلم لقيت الواجب ده ناقصه حاجه، يبقى الجزء ده موجود عشان تدي الفيدباك للطالب، يعني تدي تعليقاتك او تصحيح للواجب اذا الطالب كان فيه اخطاء في الواجب بتاعه او ما كانش كما يجب، تمام؟ وارد يبقى فيه اخطاء، تمام كده. فهنا بيقول لك برايفت كومنتس، ده في التعليق ده تقدر تقول له عندك النقطه دي مش واضحه او النقطه دي فيها خطا معين، فانت بتكتب له هنا اللي انت عايز تقوله له.
والله الواجب ممتاز وتمام وصحيح، هتقول له كلمة تشجيعية، أحسنت بارك الله فيك، ممتاز، جيد جدا، زي ما أنت إيه حابب. بوست، لازم تضغط بوست عشان يتبعت له الكومنت، تمام؟ فأنا أهو بعت الإيه؟ التعليق. تعالى هنا بقى ريتيرن، يعني إيه ريتيرن؟ يعني أنت بتعيد الواجب تاني للإيه؟ للطالب أو الطالبة اللي هو بعت لك الواجب. ليه بتعمل له ريتيرن؟ عشان يشوف إن أنت اديت له نهائية، ولو في أخطاء إيه؟ يصلحها، تمام؟ طب أول ما بدوس ريتيرن بتجيلي الشاشة دهيا، بقول له دي تأكيد، بيقول لك ريتيرن ورك تو وان ستودنت ويل بي نوتيفايد اند كان تشيك ان جريد يو ار ليفت، أقول له ريتيرن، تمام؟ كده أنا بأكد إن الواجب ده يتبعت. كده شايفين دي خلاص كده إيه؟ أنا كده بعت الواجب. طب أنا ممكن أدوس هنا على اسم اللي بعت الملف، تقريبا هي دكتوره هبه او يعني ولا عبير، انا مش عارفه، هو عندي ظاهر عبير وظاهر جود. المهم هنا لما بدوس انا على عبير بيظهر لي كل الطلبه، شفت كل الطلبه اللي في الفصل عندك بيظهروا لك هنا، وخلي بالك هنا جنب كل طالب بيبان تيرند ان، يعني بعت الواجب ولا اسايند لسه ما بعتش الواجب. طبعا اللي بالاخضر ده يعني الواجب بتاعه بعت، تمام؟ اهو في انا صححت لهم اديتهم 100 من 100، وكده يبقى الواجب ايه؟ اتبعت. وكمان خلاص. طيب اذا انا ممكن اعمل برضو هنا سورت، اعمل سورت باي ايه؟ باي فيرست نيم، هنا لاست نيم، الاستيتس انا هخليه بالفيرست نيم مثلا، هيظهر لي زي ما احنا شايفين. سورت يعني ترتيب، سورت يعني ايه؟ ترتيب، تمام كده. ممكن تعمله تعمل سورت للاسماء دهيا فيرست نيم او باللاست نيم او بالاستيتس. الاستيتس اللي هي دي يا ترى اسايند ولا تيرند ان؟ ها هيظهر لك الايه، او ان هو خد الدرجه وخلاص بقى زي ما يعني في تبويب جريدد. في ناس خدت عندي 100 من 100 اهو، هتلاقي جنبهم الايترنت ان، يعني هو بعته بس انا لسه ما شفتهوش. جميل جميل، هنرجع نروح للفصل بتاعنا ونشوف حد تاني. اذا في اي اسئله يا جماعه انا تحت امركم اتفضلوا. هنشوف اللي باعت هنا، وليد هنا باعت لي ايه؟ باعت لي على طول دايركت ملف من فوكارو. انا لو دوست كده على الملف هيوديني فين؟ لو دوست على الملف اللي هو بعته هيفتح لي موقع فوكارو. انا مش عايزه كده، انا عايزه لما افتح، لما ادوس على الواجب بتاعك يفتح زي ما انا يعني، قصدي ما تبعتهوليش ملف كده، لا ده المفروض ان انت ترفعه على الدرايف وبعدين تبعتهولي، تبعته زي يبقى بالشكل ده. ليه؟ عشان اقدر اصححهولك. لكن انا لما اضغط كده على الملف هيفتح لي فوكارو. طب انا اصحح لك فين؟ هديك يعني هديك الدرجه ازاي وابعته لك ريتيرن ازاي؟ اللي باعت بالشكل ده يعني انا هروح كده على ده هيفتح لي برضو. انا حابب اكلمه بس بعد. طيب هنا برضو هلاقي اهو يعني في اسم اهو قدامي، تمام، والملف قدامي اهو، هفتح الملف واشوف اشغل. جميل جميل. برافو، جميل جدا جميل جدا. ده هو كده تمام، فتح الملف وانا استعرضت من الصوت، تمام كده. بقى اديها برضو 100 من 100 اهو، انا كده هحط لها الدرجه، تمام كده. وايه كمان؟ وهبعت لها برضو تعليق، ها ممتاز، هقول لها ممتاز، تمام. يبقى انا هوريكم دلوقتي، طبعا مش هنقدر نصحح لكله، انا بس استعرضت اكتر من ملف، ممتاز. وهقول بوست وارجع لها الواجب عشان تشوف الايه، تشوف الدرجه بتاعتها وتشوف الفيدباك او الكومنت اللي انا اديته لها.
تمام كده؟ طيب هنرجع للفصل بتاعنا. اذا طبعا كل اللي باعت لي لو نلف بالشكل ده كله هيفتح معايا صح؟ تمام؟ انا بقى هقول لك ازاي، يعني اللي باعتين لي ملف دايركت من موقع انا لما ادوس عليه هيفتح لي الموقع، هيفتح لي الملف على الموقع. لا انا مش عايزه كده. خلاص يا شباب؟ طيب اعتقد ان احنا كده قدرنا يبقى في صوره واضحه في ذهننا. ادي اللي تيرند ان اللي بعتوا لي الواجب، هو طبعا هنا مصنفهم لي تيرند ان، يعني اهو هشوف دول بعت اللي بعتوا، ودول الاساين دي اللي لسه ما بعتوليش. اتمنى ان شاء الله النهارده لما هقول لكم تبعتوا ازاي، اتمنى ان كله يبعت. في اخر كاتيجوري هنا هتلاقي الجريدد، ادي الجريدد اهو اللي انا صححت له وخد 100 من 100 اهو، ده واخد 100. لو وقفت كده هلاقي 100 من 100 و100 من 100. سمية ابراهيم اهو الاسماء بس، يعني انتوا ها برافو عليكم واشكركم جدا من اعماق قلبي. 1 2 3 4 5 6 7 ما شاء الله عليكم، اشكركم. وكل اللي بعت ملف بطريقه صحيحه بشكره، وكل اللي بعت برضه ملف بطريقه هنوضح له دلوقتي، يعني ما نتضايقش عادي، وكلنا بنتعلم من بعض مفيش مشكله. انا بس يعني هفهمك دلوقتي ازاي تعيد بقى ارساله. طب جميل جدا، انا دلوقتي هرجع خالص، هرجع اوريك منين؟ من فصل اتعمل لنا، هرجع من ثلاث شهور دول ادخل الفصل، كان حد عامله لنا، عمل لنا تدريب وضفنا في فصل اهو فصول جوجل، ده من فتره يعني قول من سنه ومن سنتين والله ما انا فاكره، كان عامل لنا فصل وعامل لنا مهمه. فانا هوريك ازاي انا كطالب بدخل احل الواجب. عندي ادي ستريم اللي هي ساحه المشاركات، تمام؟ وهروح على الكلاس وورك واشوف فين المهمه اللي كان مديها لنا الاستاذ، وهوريك ازاي تحلها. طيب انا هروح على المهمه دي، شايف اهو هضغط كده، بعد ما اضغط كده هيجي لي ايه؟ التعليمات. اهو اكتب البرامج التي تفضلها على الترتيب. دي المهمه بتاعتنا بتاريخ 29 جولاي 2021. انا هضغط على ايه؟ خلي بالك فيو اساينمنت، هروح كده واضغط على فيو اساينمنت. اول ما بفتح فيو اساينمنت بيظهر لي ايه؟ خد بالك النافذه اللي انت شايف التفاصيل بتاعت الهوم وورك او الواجب. انت هتضغط فين بقى؟ هتضغط على يور وورك هنا، شايف دي؟ شايف الجزئيه دي؟ هي دي بقى الجزئيه اللي انت بتحل من خلالها الواجب. اضغط فين يا ترى؟ اضغط على اد اور كرييت، تمام؟ يبقى انا حتى على التيمز برضو هتلاقي نفس عملك يور وورك، هتلاقي نفس القصه بالظبط، مفيش حاجه فيها اختلفت. تمام كده؟ طيب يبقى انا هروح على اد اور كرييت واضغط عليها. طيب لو انا بدوس لما انا دلوقتي اد اور كرييت، يعني انا يا هضيف يا هكريت من جديد. طيب اهو انا بقول لكم اهو، انا كنت قايله لك ايه؟ ارفع لي ارفع لي لينك اهو، لينك اهو، تمام؟ فاللي باعت لي لينك جوجل درايف، لو انت الملف بتاعك على جوجل درايف هتضغط تفتح جوجل درايف وتجيب الملف وتحط او فايل كاتاتشمنت، تمام؟ يبقى انا بالطريقه دي هعمل الواجب صح. انا طلبت منكم ملف صوت، ممكن لو عندك على جهازك، يعني انا ادوس على فايل كده اهو، ادوس على فايل هشوف يفتح لي ايه. طيب هيفتح لي بقى بيقول لي ايه؟ ريسنت ولا ابلود؟ طبعا لو انا عندي على الجهاز هختار ابلود وهضغط براوز عشان يروح يجيب لي ملف من الكمبيوتر عندي اهو، تمام كده؟ وانا هختار اشوف الملف فين، على الديسك توب ولا على الايه ولا زي ما انا عايز بقى، واحدده واقول له اوبن كده، انا بعمل له ابلود. جميل جميل. طيب هروح ادوس تاني على اد اور كرييت، برضو لو عايز ارفع لينك هرفع لينك، هضغط كده واروح اجيب اللينك من جوجل طبعا، او انت شوف رفعه على ملف الصوت، ممكن تكون ادام اطلب منك لينك يبقى شور ان هو على جوجل درايف او وان درايف. المهم منين ما يكون الرابط هتحطهولي هنا خلاص، وتقول له اد لينك. وريها
وأضغط هنا وأقول له add link. تمام؟ أنا هضغط cancel طبعاً عشان مش هضيف حاجة. طيب يبقى أنا عرفت جزئية الواجب بيتحل إزاي يا جماعة؟ ها؟ من هنا أضغط add or create. لو حد عايزني أعيد جزئية الواجب يتحل إزاي أو يترفع إزاي يقول لي. طيب في أنا لاحظت إن في هنا ملفات أهو أو تطبيقات، وهنا بيقول لك create new. ولو أنت عايز، لو أنت عايز تكريت جوجل دوكس، لو عايز تكريت جوجل دوكس هتضغط على دوكس. لو عايز يعني الواجب بتاعك يبقى سلايدز دوس على دي، وهكذا. عندك أربع حاجات متاح ليك تكريت وتبعت، يعني أنت هتكريت وتكتب جواه الواجب. لو حاجة مثلا مكتوبة هتفتح دوكس وتكتب فيه وترفعه، يبقى أنت كريت كده وإيه؟ يعني كريت من 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 جوه، كريت تطبيق وبعد ما تكتب هترفعه برضه. إذا يا جماعة جزئية الواجب كده بلشناها. لو حد حابب يعني يسأل في أي حاجة في الجوجل كلاس روم أنا تحت أمركم. أنا هقفل كده عشان الدنيا طبعا ما تبقاش تقيله عندنا، يعني يعتبر احنا ما خليناش حاجه في كده في الكلاس روم الا جوجل كلاس روم اللي ما قلناها. هنروح دلوقتي على اللي بعده. طيب عندي كمان هشوف احنا هنشرح ايه. هندخل كمان على المهمه الثانيه او البرنامج اللي كنت عايزه اشرحه لكم يا جماعه، البوبلت. ازاي تعمل خريطة ذهنية انت كمعلم اهو. طبعا انا اوريدي فاتحة التطبيق من قبل المحاضرة عشان ما نضيعش وقت. طبعا كلنا عارفين ان احنا لما نيجي ندخل على اي موقع على الانترنت الاول مرة بعمل فيه ساين اب، بسجل فيه وارجع اعمل ساين ان، اسجل دخول. تمام؟ انا طبعا مسجلة دخول، ادي الموقع اسمه booblet.com، والرابط حطه لكم في الـ في الـ في الـ في البرزنتيشن. تمام؟ اول انت ما بتدخل طبعا هتلاقي الدنيا فاضيه، بس انا ده عملته. اجي من هنا انا طبعا بوبلت هو للاسف بيديك ان انت تعمل خريطه ذهنيه واحده. طبعا في برامج عديده، في حاجه اسمها مايند ماستر، وفي برامج عديده. انت لو قلت خريطه ذهنيه او برامج، دخلت على جوجل وقلت برامج لعمل خرائط ذهنيه، هتلاقي برامج كتيره جدا. هي الفكره واحد يا جماعه، بس كمعلم رقمي المفروض تبقى عارف حاجه زي كده، لان انت على الاقل لما تقول للطالب صمم لي خريطه ذهنيه، قول لي ايه اللي فهمته من الدرس النهارده، او لخص الدرس في شكل مخطط. تمام؟ دي حاجه جيده جدا للتذكر، وهتلاقي يعني يعتبر برضو استراتيجيه. الخرائط الذهنيه دي استراتيجيه من ضمن الاستراتيجيات. طيب انا هنا عامله مكريته واحد، هاجي هنا اسفل منه هلاقي سهم صغير، هروح على السهم ده وقفت ادوس عليه هيفتح لي ديليت بوبلت، هروح اضغط عليها يقول لي ار يو شور، اقول له اي ام شور. كده انا حذفت اللي كان موجود عشان اقدر اكريت له واحد جديد. كريت نيو بوبلت، هروح على علامه الزائد برده جنبها كلمه كريت نيو بوبلت. طيب لما تيجي تدوس على كريت نيو بوبلت هيفتح لك النافذة دي. بيقول لك هنا انت عايز لون الخلفية بتاعتك ايه، انت تختار اللون اللي انت حابه وليكن اللون ده هو. وهنا بتختار name your booklet وليكن مثلا ها هنقول اعداد حقائب رقمي. أنا كده سميت الخريطة بتاعتي. تمام؟ هقول له كريت، أنا حطيت لها اسم نيم يور بوبلت، يعني حط لها اسم. اخترنا تشوز أكلر، أنا اخترت اللون ده هو، وهقول له كده كريت أبوبلت. تمام؟ هلاقي طبعًا ظهرت لي النافذة دهيًا اللي أنا هقدر إن أنا أكريت منها الإيه؟ أكريت منها الخريطة بتاعتي. تمام؟ هنا لو أنا عايز اشوف كده، ابص كده فيو اول، افتح فيو اول واشوف
لو رحت على الهوم بتاعتي اهو دي الهوم تمام، هرجع تاني للخريطة اللي انا عملتها او اللي انا هبدأ اعملها. هنا طبعا الزوم ممكن اكبر وممكن اصغر. لو جيت على الايقونة دهيا دي خاصة بالالوان، لو جيت على الاعدادات بيقول لي ميك نيو بوبلت كوبي بوبلت، لو انت عايز تعمل منها كوبي هنا ميك نيو بوبلت كات بوبلت بوبل، يعني لو عايز تقص اي بوبل منهم بيست بوبل هايد نيم بادجز برنت بي دي اف اكسبورت، لو انت عايز تصدرها يعني عايز ايه يعني تخرج الخريطة الذهنية بتاعتك كملف في بي دي اف او تطبعها بي دي. يبقى انا هضغط ايه؟ هضغط على اول اختيار، بصوا كده لو انا دوست على الترس تاني اختار ميك نيو بوبل نيو بوبل. طيب ميك نيو بوبل يبقى ده اول بوبل في الخريطة بتاعتي. طبعا في اعلى البوبل هتلاقي اسمي انا، ممكن اخفيه منين؟ من هنا اهو هايد نيم بادجز، لو انا دوست هايد نيم بادجز هيخفيهولي، هروح تاني اقول له شو نيم بادجز هيعرضهولي. طيب البوبل ده هي هنلاحظ ان شكلها كده حواليها، بصوا كده اهو انا هروح كده واصغر واكبر زي ما انا عايز تمام، وهشدها اعمل دراج لاي مكان انا عايزه. امال ايه الدوائر اللي حواليها دهيا؟ الدوائر اللي حوالين البابل دهيا اول ما تدوس على واحده فيهم هتروح تفتح لك واحده تاني. بس خلينا نشوف هنكتب ايه هنا في الايه في النص. هنكتب مثلا عندي طبعا اول ما دوست عليها كليكه واحده ظهرت لي الكورسر بتاع الكتابه، انا هكتب مثلا احنا خدنا مثلا برامج رقمية للمعلم مثلا، انا على سبيل المثال. طبعا انت كمعلم توظفها في الدرس بتاعك، والله انت بتدرس مهارات لغة انجليزية في الدرس. طب ممكن نكتب الدرس وايه المهارات اللي تعلمناها منه. طب ايه تعالوا نشوف الايكونز دي، كل ايقونه فيهم خاصه بحاجه. انا لو دوست هنا هغير الايه، اختار مثلا اللون الاورنج هيغير لي البوردر بتاع البوبل. طب هاجي في حرف الايه ده هو ده للخط للايه للخط تلات اهو تلات اهو هشدها لفوق عشان نبقى شايفين. لو انا دوست كده انا لاحظت ان هو كبر لي، كل ما بدوس هنا لو عايز اتجاه الكتابة يبقى يمين، الكتابة يبقى شمال في السنتر. هنا كتابتك لو انت شغال انجليش هتختار زي ما انت عايز، هنا الالاينمنت المحاذاة، وهنا الخط صغير اكبر شوية كبير خالص زي ما انت حابب، ونخليها في السنتر. برامج رقمية للمعلم، لو انا عايز احذف البوبل ده بضغط على الاكس ده هي. تمام طب جميل، انا طبعا مش هحذفها، انا هبدا ان انا يعني اكمل الايه البابل اللي انا بعملها اللي بشتغل فيها. طب ايه الايقونه دي؟ هروح ادوس عليها هلاقيها برضو خاصه بايه. لو انا دوست كده المفروض ان انا ان الـ 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 الايقونه دي برضو بتديني كلير الالوان دي، المفروض انها للون الخط، المفروض انها تلون لي الايه الخط. طيب لو دوست كده تعالوا نشوف، نختار الرمادي مش فعاله معايا مش مشكله. هنا كلير لو انا عايز احذف، هنا اندو تراجع، هنا ريموف شفتوا كده اندو ريموف، لما انا بدوس ريموف اهو بيديني مجموعه ايه كلير، اجرب كلير ماشي. يبقى كل ايقونه منهم بتعمل لي حاجه معينه. طب تعالوا نشوف الايقونه بتاعت الصوره، لو انت عايز تحط متاح ليك تحط كذا حاجه تمام. لو احنا دوسنا على دي على الايقونه دي انا كده هروح اجيب صوره واحطها مثلا، وليكن الصوره ده هي هقول له اوبن. انا طبعا المفروض احط ايقونه اي ايقونه بقى، يعني انا بحطه خلاص، القصد ان انت
تبقى عارف الأيقونة دي استخدامها إيه. على حسب درس بتاعك وظفه، أنت بتدرس علوم هتحط صورة تخص الحيوانات أو تخص المواضيع، تمام؟ طيب. بس إحنا بنتدرب عشان التدريب يو آر إل، يعني حطي لي يو آر إل عنوان موقع أهو، بليز انتر ان ايمج يو ار ال. اه لو الصوره لو ليها، لو انت جايبها من على النت هيبقى لها يو ار ال، هيبقى لها رابط يعني، فتحطه هنا وتقول له حسن، تمام. طيب هنا الايقونه دي خاصه بايه؟ زي ما احنا شايفين كده الايقونه دي خاصه بانتر يوتيوب يو ار ال. برضو لو في فيديو يا جماعه هتروح تاخد الرابط بتاعه وتحطه هنا، تمام. تعالوا برضو نجرب، نروح كده نجيب فيديو من اي حته، مثلا ادخلكم على القناه بتاعتي، ثواني. اروح على اليوتيوب عندي مثلا واجيب فيديو، اجيب رابط لفيديو، ادخل اهو على اليوتيوب. انا كنت مرة عاملة عن الخرائط الذهنية، تدريب على الخرائط الذهنية، نجيب الرابط بتاعه اوريكم. تجيبوا الرابط، تدخل على الفيديو، بس طبعا يحمل معايا، هدخل على الفيديو اقف عليه واروح على طول. بس طبعا معلش يا جماعه الدنيا زي ما احنا شايفين كده النت برضو تيمز على قد كده تقيل تقيل شويتين ثلاثه. يور تشانل، هروح من هنا على القناه بتاعتي. ادخل على الفيديوهات، انا كنت عامله فيديو على الخرائط الذهنيه اهو، الفيديو ده اهو. بس طبعا موقع غير الموقع اللي احنا داخلين عليه. طبعا زي ما قلت لك في مواقع كتيره جدا، هتلاقي اهو ده فيديو عن كيف تصنع خريطه ذهنيه، تمام كده. انا واقفه عليه اهو، هروح اخد الرابط نسخ، اخده النسخ واحطه فين؟ هقفل طبعا، انا اخدته نسخ هقفل عشان ما يتقلش عندنا الدنيا، ونقفل دي كمان ونروح على البوبل بتاعنا. وايه احنا كنا ايه قلنا؟ اضغط على دي كمان واقوم احط الرابط كده واقول له لاس واقول له حسنا، هيحمل لي اهو، هيجيب لي اهو، مجرد ما بدوس هيشتغل معايا الفيديو اهو، كيفيه عمل خرائط ذهنيه بس من خلال موقع بوبلت. لو انا دوست عليه، مجرد ما دوست عليه هياخدني ويروح على فين اهو، هيشتغل معايا الفيديو اللي انا حطيته في البوب في البوب. هقفل طبعا اهو، هقفل خلاص. بس انا بعرفك ازاي تقدر ان انت تحط صوره او تحط رابط لصوره. طيب هنشوف الايقونه الرابعه دي ايه. يعرض موقع بوبلت دوت كوم، بليز انتر افيم يو ار ال، كوبي ذا ادرس بار فروم أبيمو. برضو رابط، ده برضو رابط زي هم كلهم رابط ما عدا الأولانية اللي انت تروح تجيب صورة من عندك من الجهاز. هقول له إلغاء، لو عايز أحذف حاجة بحذفها من ريموف. طيب أنا دلوقتي حطيت البوبل الأساسية بتاعتي، جميل، وعايز بقى أكبر أو أكبر الشكل ده، ما هي مش واحدة بس، هروح على الدايرة دي واضغط كمان، هلاقي عمل لي ايه؟ اهو جاب لي البوبل الثانيه، تمام؟ يبقى دي البوبل الرئيسيه اللي في النص، والبوبل ده هي اهي. لا انا مش عايزه دي، هقفلها كده. هنا بقى احط ايه؟ احنا اتخذنا برامج ايه؟ نقدر نقول هنا نكتب مثلا فري كام، مثلا اقول احنا ايه البرامج اللي خدناها؟ مثلا فري كام. طبعا انا بشرح على سبيل المثال، تمام. نقدر بقى نظبط كل حاجه، نختار اللون ونختار الفونت من هنا
عايز احط صوره للبرنامج اقدر احط، بس انا ايه مش هطول يعني عشان نبدا نتعلم. يعني عايزين نكمل، قصدي ما ناخدش وقت في الشرح. احنا طبعا شرحنا كل حاجه هنا، فبناء اللي عملناه هنا هنعمله هنا. طب انا عايزه اكمل بقيه الخريطه، لان احنا خدنا حاجات كتير النهارده مثلا في المحاضره او امبارح. هروح ادوس على الايه، على الدايره دي عشان اعمل بوبل تاني. جميل، هاجي كده واكتب مثلا احنا خدنا جوجل كلاس روم، خدنا جوجل كلاس روم. برضو هظبط من هنا لو انا عايز لون مختلف، تمام كده. اقدر برضو عشان اقف يعني عايزه ممكن من دي اقدر اخرج بوبل تاني. يبقى انت بتعمل كده يعني زي ما بيقولوا ايه، خريطه يعني واحده فرعيه من واحد. يبقى الشكل ده متفرع من جوجل كلاس روم. خدنا ايه في الجوجل كلاس روم مثلا؟ خدنا اللي هنقول يعني الهوم ورك مثلا، خدنا ازاي بعمل هوم ورك للاولاد مثلا. النهارده خدنا ازاي تعمل هوم ورك، تدي للمتعلمين هوم ورك، وبرده هت ايه تحط صوره زي ما انت حابب بقى، توظف كل حاجه. البوبل اللي عايز افرع منها فرع اقف عليها، اول ما بتقف عليها وليكن دي مثلا، وهدوس على دايره من الدوائر زي ما انت حابب بقى، هتلاقي اهو هنزلها لتحت عشان اعرف اتحرك كده. كده هيزوم معاك بالجرار اللي في قلب الماوس اللي في النص، هتقدر انا كده بزومها، وكل ما زومها اهو يعني بعمل زوم ان وزوم اوت، بصغر وكبر زي ما انا عايز، تمام؟ على حسب بقى ما انت عايز هتحط بقى على حسب مهارات الدرس بتاعتك، او المعارف او المهارات او المفاهيم الموجوده في الدرس بتاعك، انت هتعمل مخطط بالشكل ده، تمام كده؟ ممكن يكون مفهوم، ده مفهوم مثلا فرعي من المفهوم الرئيسي، وده برضو مفهوم فرعي من المفهوم الفرعي. فاذا على حسب، انا طبعا شرحت على سبيل المثال، انما انت لو هتوظفها في الدرس بتاعك هتقدر من خلالها الطالب يعمل مخطط اللي فاهمه. انا ممكن اقول له ايه المهارات اللي خرجت بيها النهارده من الدرس، تمام؟ هيقول لي، هيكتب هنا في النص ما المهارات التي تعلمتها اليوم، هيكتب لك بقى كل مهاره، تمام؟ وممكن المهاره دي يطلع منها كمان تاني بوبل فرعي يقول لك مثلا اتعلمت كذا وتعلمت كذا. يبقى انت كده قدرت من خلال الخريطه الذهنيه، تمام؟ دي طبعا بتساعد على التفكير والتركيز، وبتساعد كمان على ان انت في الاخر تديك ملخص للدرس بتاعك بمنتهى البساطه. ممكن الطالب يعملها ويشاركها اهو من زر شير من هنا، او ممكن اهو انا يعني لو دوس شير، تمام كده، هتقدر اهو من خلال الضغط على كوبي هنا. لو انت عايز ممكن تكريت لهم انت البوبل دهيا، وهم اهو عندك اد كولابوريتور، بتديهم الايه، بتكتب هنا انفايت، وتكتب الايميل بتاع الشخص اللي هيتعاون معاك في الايه، في يعني انا ممكن اخد اضيف كولابوريتور يعني شخص متعاون معايا. يبقى انت كده زي هتدي له ايه، صلاحيه ان هو يعمل اديت للخريطه ده هي، تمام؟ من هنا من انفايت، تمام كده. طيب لو انت عايز ميك بوبليت بابليك للناس كلها تشوفه، هتفتح من هنا تخليه كده ايه بابليك. جميل جميل. هنا بقى لو انت عايز تاخد الرابط، بتضغط على كوبي وتروح تاخد الرابط وتلصقه على اي حاجه انت عايزها، تمام كده. اديت للطلاب مثلا بدله، ياخدوا الرابط ويروح يحطوه على البدله، هتلاقي جزء من الخريطه ظاهر والرابط بتاعها ظاهر. عايز تشاركها عبر الفيس او تويتر، هتضغط على الفيس او على تويتر تعمل لها مشاركه، هتبقى ظاهره وشكلها جميل جدا. يعني ده تطبيق من التطبيقات الجميله اللي سهل وبسيط في استخدامه. هو العيب الوحيد بس ان هو برايسنج، يعني مدفوع، بيديك امكانيه ان انت تعمل واحده بس، خريطه بس. طبعا في مواقع كتير جدا تقدر ان انت، بس هي طبعا احنا بناخد من كل حاجه
على سبيل المثال. كده خلصنا بوبلت. حد عايز حاجة فيه قبل ما نشوف غيره؟ لو في أي استفسارات ممكن نحن نرد عليكم فيها. مفيش، ننطلق للي بعده. طيب ان يعني نشوف اللي بعده ولا ايه؟ انا شايفه حد رافع ايده. لو حد عنده اي اسئله يا جماعه يتفضل. هناك استاذ. اي استاذ، هنفتح المايكات لبعض الحضور. اتفضلوا. أنا مش سامع حد يا جماعة، اتكلموا، اللي حابب يسأل يسأل عشان ننقل لحاجة بعده عشان ما نطولش. الأستاذ صالح فزاي يمكنك التحدث. السلام عليكم مدام. وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. ليه حبيت نسألك على السؤال؟ خاطر أنا ما تبعتكش في الورشة الأولى، خلطت مؤخر، حبيت تشوف السؤال تدخل عليه شنو هو. نعم. من البدايه انا خاطر ما تبعتكش في الحلقه الاولى، تبعت خط مؤخر مع الانشاء، يعني شنو اللوجيسيال تبدا تعمل تخدم به. بس انا ممكن للاستاذه اللي بتدير الجلسه توضح لي، انا مش فاهمه الكلام او مش يعني عايزه توضيح. استاذ هو لم يحضر الورشه اللي فاتت ويحب يعرف اسماء التطبيقات اللي انت تشتغلي عليها. جميل، حاضر، هعرض لحضرتك البرامج دلوقتي. في سؤال ثاني؟ اذا ممكن انك تهبط لنا فيديو توضيحي للعمل. احنا امبارح على فكره اتسجلت المحاضره، واتسجلت المحاضره تقدر حضرتك تسمعها وتشوفها. اتنشرت اكيد على اليوتيوب الخاص بالجمعيه، ممكن ان انت تشوفها وشرحنا كل حاجه. بس انا برضو هديك النهارده، هديك زي ما بيقول فكرة سريعة عن الحاجات اللي قلناها. مشكور، الله يخليك. العفو. حد تاني؟ الأستاذ عبد اللطيف باي، المايك مفتوح، تفضل. أستاذ عبد اللطيف، طيب نشوف ماشي. تمام. انا دلوقتي هقول اللي قلناه امبارح. يبقى النهارده احنا شرحنا البوبلت، نقفله عشان ما يعملش عندنا زحمه. امبارح يا جماعه هنقول احنا قلنا ايه. امبارح شرحنا تطبيق جوجل كلاس روم من الالف للياء، يعني خدناه كله، شرحناه بالتفاصيل. ورجعنا النهارده شرحنا حته ازاي ترفع الواجب، تمام، وتصحح الواجب كمان، وتبعت الواجب للطلاب. الجزئيه دي شرحناها امبارح. خدنا جوجل درايف اهو، هتلاقي العلامه دهيا، الايقونه دي. فتحنا جوجل درايف، شرحناه كله بالتفاصيل، ازاي بتشارك، ازاي بتنشئ ملف اهو، ازاي بتنشئ ملف، قلنا من نيو، تمام كده. او لو انا واقفه كده على ماي درايف، هلاقي هنا ماي درايف، هدخل على السهم الصغير كده واضغط انشاء، او عندك اهو تقدر تكريت نيو فولدر، تعمل نيو فولدر، او تعمل ابلود لفايل، او ابلود لفولدر، وتقدر تكريت اي مستند، برنامج عرض تقديمي عندك، تطبيقات جوجل كتيره جدا، ولو دوست على مور هيظهر لك بقيه التطبيقات زي ما احنا شايفين. إذا أنا بقدر من خلال جوجل درايف، بقدر إن أنا أكريت ملف جديد من أي تطبيق. طب وإيه كمان تاني؟ وخدنا قلنا إن الساعة التخزينية بتاعت جوجل درايف 15 جيجا بايت، وبتديك هنا، بيديني هنا على شكل سحابة، وبيقول لي الاستورج بتاعتك وصل كام في المية، تمام. وغيرنا اللغة العربية، غيرنا إمبارح، كانت جوجل درايف
موجود عندي باللغة العربية أنا حولته اللغة الإنجليزية من هنا من علامة الترس ونروح على settings هلاقي عندي اللغة أهي change language settings أضغط عليها وأروح على اللغة هلاقي عندي زي ما احنا شايفين كده أهو preferred language اللي هي اللغة المفضلة أنا طبعا لو حابب أضيف لغات تانية add another language أضيف من تحت من هنا أضيف إن شاء الله 4 أو 5 لغات هيبقوا موجودين هنا بالترتيب أنا بقى حابب يعني عايز باللغة العربية أجي عند اللغة العربية هلاقي سهم جنبها وأضغط عليها كده عشان تبقى هي البريفيرد المفضلة هلاقي الدنيا كلها اتغيرت مجرد ما أنا دوست كده على اللغة العربية هلاقي إن أهو رجع كله باللغة العربية هرجع كده أرجع على الجوجل درايف من السهم هلاقي إن الجوجل درايف بقى باللغة العربية في حاجات شرحنا كل ده امبارح وخدنا إزاي بقى بنزل وإزاي بجيب تفاصيل وإزاي بعمل مشاركة لأي ملف عندي تمام المجلد ما تقدرش تشاركه تشارك ملف يبقى أنا جوه الجوجل درايف بقدر ان اشارك ملفات انما المجلد لا ما بيتعملوش مشاركه يبقى انا لما عاوز اشارك عندي اهو مقسمهم لي ملفاتي فوق ادي مجلد من هنا فوق ملفاتي السهم الصغنن ده بتقدر تكريت او لو دوست عليه هيفتح لك مجموعه اوامر عايز تحمل ملف تحمل مجلد من على الكمبيوتر للجوجل درايف من هنا عايز تنشئ ملف جديد عندك مجموعه تطبيقات هنا هتلاقيه مقسم لك الى فئات فوق المجلدات وتحت الملفات يعني ايه مجلد ويعني ايه ملف قلنا لو احنا ببساطه جدا العماره عباره عن مجلد كبير كل شقه في العماره هي مجلد طب اصغر حاجه عندي ايه في الشقه الغرفه الغرفه دي فايل يعني ده بمنتهى البساطه اذا الملف جزء من الفولدر تمام الملف مجموعه من البيانات مخزنه ولها اسم تمام يعني امبارح انا قلت لك ارفع الملف ممكن نرفع مجلد ونرفع ملف بس لما نيجي نشارك ما تقدرش تشارك الا ملف تمام يا جماعه واضحه واضحه طيب هنرجع نروح فين تاني انا بستعرض على السريع احنا هنقفل جوجل درايف تمام وهروح على البرنامج اللي احنا نزلناه امبارح اللي هو كان فري كام اهو افتحه سريعا مش هنطول عشان خاطر برضو الوقت انا طبعا سطبته من يعني انت هنثبته على الجهاز ده برنامج تطبيق كان موجود عندي على النت فتحت الموقع كتبت فري كام على جوجل وقلت لكم لما نيجي نكتب فري كام بكتب الحرف الاولاني اهو كابيتال من فري الحرف الاولاني كابيتال والار والدبل اي سمول واخد مسافه واكتب سي كابيتال وكام سمول مجرد ما اكتبهم في جوجل هيظهر لي الرابط بتاع البرنامج هروح اثبته هيبقى عندي بالشكل ده قلنا ده برنامج تقدر من خلاله تعمل فيديو لتسجيل شاشه شرحناه امبارح بالتفاصيل فمش انا ايه يعني انا بقول بس امبارح خدنا ايه وخدنا كمان امبارح أداة من أدوات الويندوز لو أنا رحت كده على التاسك بار اللي عندي ده هو في اللابتوب ورحت على علامة المراية اللي هي علامة السيرش الأيقونة الخاصة بالسيرش ودوست عليها وكتبت اسم التول بتاعتي اسمها سنيبنج تول أهي شايفينها مجرد ما أنت بتكتب حرف الإس والإن والآي على طول أهي ظهرت لي فوق أهي شايفينها أهي سنيبنج تول هتلاقي دايره وعليها مقص اهي لما انا بفتحها كده هي بسيطه جدا وسهله بتقدر ان انت تاخد من خلالها سكرين شوت اهي فتحت لي انا مش عايز بس اخليك غير نيو تدوس على نيو جديد هتغمق لك الدنيا بحيث تقول لك يعني انت عايز تاخد سكرين شوت منين مثلا هاخد انا للجزئيه دي بس تمام طيب فتح لك نافذة تاني اسمها سنيبنج تول برضو بس فيها مجموعة من الأدوات شايف أنا برضو مش عايزاك إلا إن أنت تعرف تاخد كوبي منها
وخلاص ونقفلها واقول له مش عايز حاجه واروح احطها مثلا في البرزنتيشن بتاعي، الصقها في اي حاجه اهو وليكن هنا، والصق الصوره بتاعتي. يبقى انا كده خدت سكرين شوت من خلال سنيبنج تول. طيب جميل جدا، احنا كده قلنا معظم الحاجات، باقي لنا فويس ريكوردر اللي هو برنامج تسجيل الصوت برضو من ويندوز. برضو هاجي هنا على علامه السيرش، الايقونه بتاعت السيرش، وادور على فويس ريكوردر. اكتب طبعا، احنا اتعلمنا ان احنا لما نعوز نبحث على اي اب باجي في السيرش واكتب هنا واقول له فويس ريكوردر اهو. مجرد ما كتبت اهو اكتب فويس اهو، ظهر لي يا جماعه مجرد ما كتبت الفي والاو اهو فويس ريكوردر اب. ده موجود عندك برضو متاح ليك. يعني احنا ليه نروح نجيب برامج من بره واحنا عندنا البرامج موجوده في البرامج اللي عندي موجوده في الويندوز لازم استخدمها. يعني زي ما بيقولوا ايه، الحاجه تبقى في بيتنا ونروح ندور عليها بره؟ لا، انا عندي تطبيق موجود في الويندوز استخدمه. فتح لي البرنامج بالشكل ده. طبعا دي الحاجات الريكوردنج اللي انا كنت سبق وسجلتها. تمام. طيب انا لو عايز استعرض اي ملف من دول مجرد اهو هضغط كده هيفتح لي اللي انا سجلته. طب انا عايز اسجل جديد، بروح ادوس على الايقونه ده هي وببدا اسجل. هو كده بيسجل. تمام. وهدوس ستوب. لو انا خلصت التسجيل بتاعي هلاقيه برضو اتضاف لي موجود اهو بالوقت وكل حاجه، هشغله هيشتغل معايا. طيب عايز احذفه من هنا، عايز اعمل له مشاركه اهو اقدر اشاركه، عايز اعمل تريم. واحنا خدنا تريم يعني ايه؟ تريم يعني انت عايز تجتزئ جزء من الصوت بس وخلاص. يعني انا ترم مش عايز الجزء ده، عايز الجزئيه دي بس. اقدر ان انا اعمل ترم، اقص يعني. ترم يعني تقليل، اخد جزء. واحنا قلنا ترم في فرق بين ترم وكروب. ترم دي بستخدمها اهو مع ملفات الصوت وملفات الايه؟ الفيديو. امبارح خدنا الكلام ده. طيب عندي هنا لو انا حابه اكنسل، لو حابه احفظ بدوس من هنا سيف بيتحفظ الصوت. لو من هنا برضو بيديني شويه اوامر about send feedback. لو انت عندك يعني عايز تبعت لمايكروسوفت اي تعليق على التطبيق، مايكروسوفت مايكروفون سيتنجز بيدخلك على اعدادات المايك. اوبن فايل لوكيشن اللي عايز تفتح الملف ده فين من الجهاز عندك. تمام. يبقى دي مجموعه اوامر برضو اخرى. والبرنامج بسيط جدا يا جماعه وسهل جدا جدا جدا. طيب انا ممكن اجي على اي تطبيق من دول كده واضغط عليه هيفتح لي. لو رحت دوست كليكايه يمين على اي ملف من الملفات الموجوده عندي ممكن اشيره او ادلته او اعمله رينيم او افتح فايل لوكيشن. لو انا دوست كده رينيم هيجي لي ان انا ممكن اسمي ملف الصوت ده اي حاجه ان شاء الله، حتى احط له اهو 3 5 مثلا ده، يعني اي حاجه رينيم سمالي الملف بتاعي. اذا انا كنت طبعا امبارح اديتكم المهام على اساس طبعا ده برنامج جميل جدا كمدرسين لغه الانجليزيه تقدروا تبعتوا ملف صوت لطلابك. لو انت عندك طبعا اكيد فوناتكس بيبقى حاجات تتنطق وحاجات لازم الطالب يعرف ينطقها، ممكن تقول له مثلا اقرا لي قطعه وابعت لي ملف الصوت من خلال الفويس ريكوردر وتقول له ازاي استخدمه. تطبيق سهل جدا وتطبيق لذيذ جدا. طيب حد عنده اي تعليق على هذا التطبيق او اي استفسار يا جماعه؟ طيب ننتقل لجزئيه بعده، هنشوف ايه اللي بعد كده. هنقفل التطبيق ده هو ونروح على عندي هنا نشوف الاكواد اللي انا مديها لكم في العرض التقديمي اهي. هروح اعرضها تاني عليكم اهو يا جماعه. انا مدياك 3 اكواد، هقول لك دلوقتي ازاي تعمل لها ريديم من على الموقع وننطلق لبقيه الحاجات. عندي 3 اكواد اهو، تقدروا ان انتم تسجلوهم عندكم وتروحوا تعملوا بيهم ريديم. ازاي هتعمل ريديم كود؟
من خلال الموقع، يبقى الاكواد دي ايه وظيفتها، هقول لك دلوقتي هتعمل بيها ايه. كلنا عاملين حسابات على مايكروسوفت لير طبعا، النافذه دهيا انا كنت طبعا داخله قبل المحاضره عشان قلنا ما نضيعش وقت. ده مايكروسوفت لير، ادي الموقع بتاعنا اللي هو خاص بالإديوكيتر سنتر او السنتر التعليمي او الموقع بتاع مايكروسوفت اللي احنا بنتعلم عليه، وده موقع خاص بالتنميه المهنيه. احنا اللي يهمنا من هنا ايه، انا لازم ابقى واقفه على تبويب ليرن اهو. انا واقفه على تبويب ليرن، هروح على الصوره بتاعتي عشان اعمل ريديم للكود اهو، واضغط بروفايل. جميل جميل. وبعدين اروح اعمل ايه، هلاقي لما انا ضغطت على البروفايل اظهر لي مجموعه من الايه، من التابس على الشمال اهو. هروح انا على فين عشان اعمل ريديم للكود بتاعي؟ من هنا من الاتشيفمنتس، اروح اضغط عليها كده واستنى لما تحمل. تمام، استنى لما تحمل اهو، هيجي لي هنا، هيجي لي هنا الاتشيفمنتس تحت منها بالظبط، هاف ان اتشيفمنت كود، ريديم يور كود ناو. ريديم يور كود يعني استرد الكود بتاعك، هتسترده بشاره. هتضغط كده على الرابط، طبعا هيفتح دلوقتي بس هو بيقول لي انتظار اهو، هنقول انتظار لان طبعا الدنيا تقيله شويه. معلش يا جماعه، هو ادام بالازرق اذا رابط، اول ما يجي لي كف ايد لازم اقف عليه كده، يجي لي كف ايد اقوم دايس عليه، ضغط عليه ورايحه على النافذه بتاعه ريديم كود. بيقول لي انتظار برضو، معلش هننتظر لحد ما يحمل اهو. كده اداني كف ايد، كده الدنيا ماشيه تمام. هروح اضغط عليه، هيديني النافذه بتاعه ريديم يور كود. هكتب الكود هنا، هو بيقول لك اهو انتر يور كود تو اد يور اتشيفمنتس تو يور بروفايل، عشان يضيف لك الشاره او البادج بتاع التدريب اللي انت خدته النهارده وامبارح، يبقى هتحط الكود هنا. هتكتب الكود هنا او تاخد كوبي ولاصق، افضل افضل من ان انت تكتبه عشان ربما تغلط. هتاخده كوبي وتروح حاطه هنا لاصقه، وتقول له ايه، تضغط على المستطيل كلمه ريديم، هضغط عليها واقفل. طبعا هو برده بيديني انتظار، انا شرحت لكم الجزئيه دي بس مش هنقف، يعني هننتقل لحاجه تاني عشان تعرف ازاي تعمل ريديم للكود. بعد كده يا جماعه انا هقفل الموقع خالص عشان ما يتقلناش الدنيا، لان الحاجات المفتوحه كتير. بقى لنا موقع رائع جدا، تعالوا نشوف بقى بالنسبه للصور. في مواقع كتيره جدا يا جماعه بتديك ان انت تنزل صور، زي ايه؟ عندي بي ان جي ايج، خلاص بي ان جي ايج. طبعا الموقع ده بتقدر تحمل من عليه اي صوره انت عايزها. تمام، طبعا انا اهو جايبه على حيوانات، تقدر تجيب اللي انت عايزه، خلاص اللي انت عايزه من هنا، تكتب في البحث وتجيب اللي انت اللي انت عايزه، انيمالز مثلا، اي فلاورز. انا مثلا ادي صوره من ضمن الصور، هضغط عليها عشان احملها، بيديك تحميل مجاني. يعني طبعا المواقع دي كلنا عارفين، انت لو دخلت على جوجل وكتبت تحميل صور مجانا هتلاقي مواقع كتيره جدا جات لك. بس انا بديك على سبيل المثال، انت كمعلم رقمي لازم تبقى عارف تحمل صور، تضيف صور للايه، لو انت عامل برزنتيشن مثلا وحابب تضيف حاجه صوره، لان الصوره خلي بالك الصوره بتعبر كتير جدا وبتوفر كتير جدا. يعني ممكن نتكلم ساعتين لكن صوره هتعبر لك ايه على اللي انت عايزه. انت مدرس علوم، مدرس اي مدرس اي ماده، مجرد ما انا اهو فتحت الصوره، طبعا لسه ما دوستش تنزيل، هتلاقي عندك اهو تنزيل، هتدوس عليها هتنزل لك الصوره عندنا، هتنزل لك الصوره على الجهاز عندك. يعني انا هدوس تنزيل كده واضغط هنا اغلاق، هيقول لك وهيقول لك تحميلك سيبدا ببطء، هنشوف هيديني ايه، بس هيتاكد ان انت انسان مش روبوت. ننتظر، يعني انا يعني عايزك ايه، كل خطوه من دول هو بسيط تعرفها، بس ايه يعني انت ممكن تعرفها من نفسك، بس هي الخطأ. اول ما يديك صح كده تمام، اول ما يديني صح كده
اذا فتح لي اهو هتحطها فين؟ انا اختار ديسكتوب عايز احطها على الدي مثلا، احطها على الدي، او هروح احطها على الديسكتوب عشان اوريها لكم. نحطها على الديسكتوب. مش لاقي الديسكتوب، مش مشكله اهو، واقول له سيف، هلاقي حفظها لي على الديسكتوب. تمام، هروح كده اعمل مينيمايز، هلاقيها محطوطه. انا طبعا منزله كذا صوره اهو، والصور جميله حقيقي، ممكن تحطها خلفيه للبرزنتيشن، او تحطها صوره تعبر عن الدرس بتاعك على حسب المحتوى اللي انت عايز. دي صوره من ضمن الصور اللي انا نزلها، شايفين الجمال يعني حقيقي رائع. طيب طيب احنا دلوقتي خدنا موقع من ضمن المواقع اللي بننزل من خلاله صور اسمه بي ان جي ايج، هنقفل الموقع ونشوف غيره. هنخش على في مواقع تانية يا جماعة، موقع تاني هنقفل ده عشان في موقع عندك اسمه فوكارو، للي ما يعرفوش ده موقع برضو بنسجل من عليه صوت. طبعا فوكارو سهل جدا ومجاني ومش محتاج اي حاجة، مجرد ما تدوس على الايقونة دهيا خلاص كده بيسجل لك الصوت، كده بيسجل الصوت بتاعي. تمام، طب انا هشغل كده هيشتغل معانا. البرنامج ده طبعا عندك بيديك مجموعة من الادوات تحت، انا سجلت كده صوتي، عايز تدلته ممكن تدلته، عايز تاخد كوبي من رابط الملف الصوتي هتدوس على الايقونة دي ياخد لك ايه؟ ياخد لك الرابط ده تروح تلصقه في اي مكان، عايز تعمله داونلود تقدر تعمله داونلود، عايز تضمنه في برمجية برنامج اهو امبيد ويب سايت اور بلوجز، عايزه على شكل كيو ار كود بتقدر ان انت تضغط على كيو ار كود هينزل لك الكيو ار كود، تقدر تحفظه او تحمله عندك على الجهاز، والطالب لو عنده كيو ار كود ريدر يسلط الكاميرا على الكيو ار ريدر الكود قصدي، يعني يسلط الكاميرا على الكود هيقرا له على طول الايه، هيقرا له الملف. طيب يبقى ده موقع فوكارو، تقدر تسجل من عليه اصوات، برنامج خفيف وبسيط ومجاني برضو بالاضافه لفويس ريكوردر. هنقفل برضو الموقع عشان ما يتقلناش الدنيا. في موقع تاني كمان عايزاه تتعلموا تدخلوه هنا اسمه ستوب ووتش. ستوب ووتش ده يا جماعه حاطه لكم برده الرابط في البرزنتيشن، stopwatch.com. في حاجات حلوه قوي، ايه الحاجات اللي نقدر نعملها من خلال موقع ستوب ووتش؟ شايف الادوات دي كلها اللي فوق دي كلها؟ طبعا انت هتلاقي اعلانات كتيره جوه، مالناش دعوه، يعني انت ركز في اللي انت عايز تعمله بس. تمام، ركز في ادواتك اهو. عندك ريس تايمر، كلاس روم تايمر، تعالوا نشوف الكلاس روم تايمر، هنضغط عليه، هندوس كلوز هنا. طبعا دي اعلانات، احنا هنضغط عليها كلوز. ايوه كده هيحمل لي التايمر، الكلاس روم تايمر بتاعي اهو حمل. ايوه يعني هتلاقي حاطط لك نماذج من التايمرز، انت حابب بقى اهو عندك ايج تايمر وكلوك كاونت داون وعندك كاندل، يعني مديك عدة أشكال أهو. ده برضو دي نماذج من التايمرز. عندك أنيمالز وحاجات حلوة، كل دول أهو أنيمال تايمرز، تقدر تختار التايمر اللي أنت عايزه. طب وظيفة التايمر ده إيه؟ أقدر من خلاله أضبط المهمات، يعني أنا عايزة مثلا الجزئية دي تاخد خمس دقايق، أضبط التايمر هو هينبهني. أنا اخترت أهو Use the egg timer full screen، هضغط عليها عشان تمام يحملها لي، هيعمل لي لودنج اهو، بيعمل لودنج كده جاب لي التايمر. تمام، طبعا عندي ساعات دقائق ثواني، انا هروح كده واختار مثلا 5 ثواني عشان ننجز خلاص، واقول له set start، كده بيحسب خلاص بيعد. لو قلت له بوز هيوقف خلاص، مجرد الـ5 ثواني خلصوا
تمام يا جماعة؟ إذا أنا بقدر أضبط التايمر على الوقت اللي أنا عايزه، ده يعتبر برضو من ضمن الأنشطة الرقمية اللي بتساعدك على أداء مهامك فين؟ في الفصل. طيب back to egg timer، هرجع تاني. في أدوات غير التايمر عندي كلاسوم، عندي كمان هنا حاجة اسمها random name pickers، تعالوا نشوفها. يعني زي إيه؟ زي أنت عايز تسأل هتختار عشوائي عشان محدش، ما فيش طالب يقول إيه المدرس ده متحيز لطالب بيسأله طول الحصة بيسأله، فاهم؟ فاهمني؟ فأنت بتلجأ للأداة الرقمية ده، هي بتساعدك على إن أنت إيه؟ أنت كده بتختار عشوائي، محدش هيتظلم ويقول إيه؟ ده المستر مثلا طول الحصة بيسأل فلان أو فلان، لأ. تقدر تستخدم لهم الأداة ده، هي أداة جميلة وأداة رائعة جدا. بس تحمل، انت هتملاها بالاسماء، تمام؟ اهو دي اهي، وهدوس على سبين هتشتغل معايا. المفروض انها بتلف وتقف لوحدها بتختار اسم. طب تعالى نشوف كده، هندخل جوه اعداداتها. عندي هنا طبعا انت هنا لو دوست كونتينيو هتروح تلف وتختار اسم تاني. المفروض انها ايه؟ كل ما في اسم يتعرض ندوس ريموف عشان نحذف الاسم، خلاص احنا هو جاوب. عايز ايه؟ تدوس كونتينيو عشان تختار طالب تاني وهكذا. التلات ادوات دول بتقدر تضبط من خلالهم الاداه ده. هي هدخل على الترس كده، الترس ده النيمز، خاص بالنيمز. هنا اقدر اقول له ايه؟ كلير ليست، واحط اسماء من عندي. يعني هنا مثلا اكتب مثلا اربع اسماء كفايه واجرب عليهم. هقول مثلا هنا علي، علي تمام، انتر. هكتب مثلا هبة، حط اربع اسماء كده على السريع نستعرض سوا. وفاء، انتر. نقول مجدي، كده خمس اسماء يا جماعه عشان ننجز في الوقت. كتبت خمس اسماء، اقول له سيف از، احفظهم لي يعني. هيقول لي ايه؟ سيف يور ليست فور فيوتشر يوز، اقول له اه. طيب هو كده بيحفظ لي، بيقول لي بليز ويت. طيب جيت سيف، هنا بيقول لك يور ليست از سيفت، كليك هير. اضغط هنا وانتظر لما الويل بتاعتي راندوم ويل تشتغل، هيديني هنا لودنج. انتظر، ده برنامج يا جماعه، قصدي موقع، كل التطبيقات اللي فيه فري، موقع رائع. يعني انا كده وريتك بس اداتين من ضمن، لو انا استعرضت لك دلوقتي الادوات اللي فيه رائعه، هدوس سبين كده هلاقيه اهو بيعرضهم لي بسرعه، وهو هيختار لوحده. اختار مين المره دي؟ مجدي اهو. انا هقول خلاص مجدي كده ايه؟ ريموف نيم كونتونيو. انا هسال مجدي وارجع اضغط على الويل تاني عشان تختار لي اسم تاني. كونتونيو، هبة، وهكذا. تمام يا جماعة؟ يبقى أنا من خلال الراندوم ويل ده هقدر أضبطها. مش بس على فكرة، لو رجعت تاني هقدر أملاها بالنمبرز وأملاها بالبيكتشرز. يعني عندك ثلاث خيارات، النيمز والنمبر. لو أنا مدية للأولاد عندي أرقام، أنا عاملة مثلا فرق ومدية لكل فريق مثلا، كل فريق أو كل مجموعة مدية لده أرقام بدل اسمائهم ارقام، او مديه للولاد صور، انت مثلا ديناصور وانت اسد وانت وهكذا، تمام؟ اقدر البيكتشر، لو دوست على بيكتشر كده واضغط اد بيكتشر هفتح كده واختار الصور اللي انا عايزاها، تمام؟ بس ثواني، هيفتح لي اهو، واختار البيكتشرز اللي انا عايزاها وهكذا. اقدر
احط مجموعه صور وبناء كل واحد عارف صورته واقدر اشغل الايه الاداه ده هي عندي. طيب البرنامج ده بقول لكم جميل جدا اهو، شايفين الادوات الثانيه عندي: كلاس روم تايمر، هوليدي تايمر، راندوم نيم بيكرز اللي احنا اخترناها ده دلوقتي اشتغلنا عليها، عندك راندوم نمبر جنريتور، عندك سنسوري تايمرز، اكزام تايمرز ده جميل جدا، اكزام تايمرز جربوها، كل الحاجات ده هي يا جماعه رائعه تقدر ان انت تجربها وكلها فري. اذا الموقع ده رائع جدا. لو احنا جربنا اهو ادي الادوات كلها موجوده عندك اهو، وحتى البرزنتيشن ليه تايمر برضو تقدر ان انت تستخدمه. الموقع ده فري تماما زي ما احنا استعرضناه قدامكم دلوقتي واشتغلنا عليه. اعتقد كده هنرجع للبرزنتيشن بتاعنا نشوف لو حاجه سقطت مننا هنستعرض سريعا البرزنتيشن. المصادر الهامه دهيا طبعا دي روابط تقدر تروح عليها، يعني هقف كده على الرابط، طبعا مفيش حاجه هدوس على كنترول هيفتح لي الموقع او الرابط، انا هروح عليه. طبعا لما تيجي تبحث عن الديجيتال تولز فور تيتشر هتبحث بالانجلش يا جماعه، المصادر الاجنبيه ثريه وغنيه. يعني انا الستوب ووتش ده هو جايبه لك منين؟ جايباه من موقع اجنبي، حواليك دلوقتي 75 اداه ديجيتال تولز اهي. دايما تبحث في الاجنبي، حتى لو انت في برنامج عايز تتعلمه صدقني الاجنبي رائع. تمام؟ طيب شايف تيتش ليرن جرو تو education بلوج اهي متكلمه عن 75 ديجيتال تولز، رائع رائع. بص كده لو تصفحت لك الموقع ده اهو، ريكورد اوديو اند فيديو، الله على الجمال. شايف كام برنامج؟ واحد اثنين، عندك سبع برامج عشان تسجل منهم اهو الاوديو والفيديو. ايه كمان؟ كرييت كويزز وبولز اند سيرفيز، ده مواقع تعمل منها اختبارات. انا دخلت المواقع دي يا جماعه من ضمنهم كهوت اهو، احنا بنستخدم كهوت. في حاجات تاني ايديولاستيك ده جميل جدا، بس هتلاقي برضو حاجات مدفوعه وحاجات تقدر يعني ايه جزء مجاني بسيط جدا، وهتلاقي في حاجه اسمها كويزز كويزلايز، حاجات رائعه. كل ده بتقدر تعمل منه اختبارات. واحنا قلنا يا جماعه ان انا ما اقتصرش على اداه واحده، المعلم الرقمي ما يبقاش فقير، يعني انا مش اداه واحده بس اللي اثبت عليها جوجل فورمز اروح اجري على جوجل فورمز، لا ده انا اروح اجرب اداه واثنين وثلاثه. مش جايز اداه يبقى فيها مميزات، ده مش جايز، ده اكيد اداه بيبقى فيها مميزات كتير عن الثانيه. تمام؟ فانت عندك اهو شوف مجموعه من الادوات هنا: برين ستورم، مايند ماب، الله على الجمال، اند كولابوريت، برامج تجيك ان انت تقدر تعمل برين ستورمنج وتقدر تجيك مايند ماب زي بوبليت كده الموقع ده، بس دي بقى اهو حاجات مختلفه تقدر ان انت تجرب الادوات دهيا الجميله. تمام؟ اهو من ضمنها البادلت. احنا طبعا كل ده ما نعرفوش، او بمعنى اصح كل ده ما جربناهوش، لكن جرب بريزنت انجيج اند انسباير هتلاقي عندك مجموعه حاجات، جنريت وورد اور تاج كلاود برضو حاجات جميله رائعه اهو، جيت ريال تايم فيدباك حاجات يعني حاجات رائعه تفاعليه اهي، بيردك تفاعليه يعني تقدر تدي الرابط زي البيردك كده، تدي الرابط للاولاد دلوقتي تسال سؤال يجاوبوا لك على طول دلوقتي، يبقى دي اسمها برامج تفاعليه. واحنا قلنا انها شرحت، في بقى برامج كتير جدا اهو 75 في حقيقة، طبعا جوجل فورمز اهو، وفي برامج كتيره تقدر ان انت تستخدمها. المهم الموقع ده رائع، انا هحطه لكم في البرزنتيشن. لو حابين ان انا ارجع تاني، حابين ان انا ابعت لكم البرزنتيشن ما عنديش مانع هتستفيدوا بيه. ده موقع برضو ستوب ووتش، ده الرابط بتاع ستوب ووتش اللي احنا كنا فيه دلوقتي. عندي حاجه اسمه namecheap.com، تقدر من خلاله تعمل ايه لوجو، تعمل لوجو ليك او لمدرستك او
زي ما انت حابب. ده رابط برضو اهو، فري لوجو ميكر، تكتب اسمك هنا تمام وتقول له كونتينيو. لازم تكتب اسمك اسم مدرستك، هيعمل لك لوجو بسيط جدا زي ده اهو. يعني لو هكتب مثلا انا هكتب موت اوفيشال سكول فور لانجويج، مدرستي اسم مدرستي. طبعا هو بيبقى لوجو بسيط على قده، يعني امكانياته بسيطه لانه طبعا فري. موت اوفيشال طبعا اوفيشال سكول، اوفيشال سكول بس كده، هكتفي كده عشان ما نطولش، واقول له كونتينيو. هيقول لي طيب اختار ايه، بيك يور فيفوريت فونت، عندك من 1 لـ6 خطوط اهو. مثلا هختار على حسب الخط اللي انت عايزه، عندك كل خط اهو هتلاقي تحت مكتوب التفاصيل بتاعته. يعني عندك تختار من 5 من 6 انواع من الفونتس اهو. كل شويه يعرض لي بعد ما تختار الفونت هتختار اللون، وليكن اللون ده، وهتقول له كونتينيو. هيقول لك طيب اختار ايه من دول، بيك يور فيفوريت ايكون، اختار ايقونه مفضله عندك مثلا، وليكن هختار الايقونه دي واقول له كونتينيو. ولو انت حابب اكتر من ايقونه اهو، بحدد اللي انا عايزاه واقول له كونتينيو ويز 3 ايكونز تمام. هيستعرض لك كل الايه الحاجات اهو. طبعا هو زي ما بيقولوا على قده، يعني حاجه ايه، حاجه بسيطه خالص اهو، اداني الاشكال ده هي تمام. ادي الريزلت بتاعتي، اقف على اي واحد فيهم واقدر ان انا اسيفه تمام كده. كمان لو انت حابب تغير في الكالرز تدوس كالر، والتكست عندي اهو مجموعه من الخيارات تقدر تجربها زي ما انت عايز خلاص. وهنا هتقول له كلوز، تقفل. ده موقع جميل جدا، جربوه يا جماعه اهو. طبعا انا لما قفلت اداني يقول لك سيف اديت داونلود اور شير يور لوجو، خلاص ده اللوجو بتاعي. من هنا اقدر طبعا لازم تبقى عامل ساين اب عشان تقدر ان انت انا مش عامله ساين اب، اعمل ساين اب عشان يديك امكانيه ان انت ايه اهو، تو داونلود سيف اور شير يور لوجو بليز ريجستر اور لوج ان افتر ساينج ان يور داونلود ويل بينج ايميديتلي. يعني احنا طبعا دخلنا طبقنا، انا مش مسجله دخول عشان اعلمك، سجل دخول هتلاقي امكانيه الداونلود هنا، هتدوس داونلود هيتحمل عندك على الجهاز دايركت من غير ما تتعب. يبقى انا لو عايز اعمل لوجو لمدرستي اقدر ان انا اصممه. ده برنامج فري طبعا، لان هو الموقع ده فيه برامج، الموقع ده لو دخلناه هتلاقي فيه برامج كتيره مدفوعه، بس اللوجو ميكر ده قصدي فري، فهتلاقي امكانياته على قده بس مش وحش، جميل برضو نجربه. هنرجع تاني للبرزنتيشن نشوف ايه الادوات التانيه. عندي موقع لتحميل اصوات مجانيه اسمه ساوند بايبل. لما تجيلي كف الايد كده يبقى كده هيفتح لي بقى. ساوند بايبل ده يا جماعه اهو موقع جميل جدا، تقدر تتصفح الاصوات. يعني احنا كده خدنا ازاي تسجل صوت وازاي تحمل صوت تمام. عندي اهو دي مجموعه من الاصوات، تقدر تدوس على الايقونه ده هنا عشان تسمع صوت. ده صوت كلب، على حسب بقى ما انت عايز الاصوات بتاعتك بتوظفها في الدرس. طبعا لو في كيجيهات انت مطلوب منك تعلم ولاد حافل الصوت. لو حابه انزله عندي هدوس هنا all the car starting. يعني عندك تحت الفيديو في ايقونه بتشغل منها، تحت في مستطيل اخضر تحت منها الرابط اهو، ادوس على الرابط كده هيفتح لي. طبعا دي صفحه اعلانيه انا هقفلها كلوز عشان يفتح لي
يفتح لي الملف بتاعي عشان اقدر احمله اهو. all the car starting ده الصوت اللي انا اخترته. جميل جميل. تعال بقى على اليمين هنا بيديك السؤال بيقول لك التحميلات كم حد يعني كم عدد التحميلات السايز موجود عندك في امتدادين. شايفين الجمال؟ ممكن تنزله بامتداد ويف وممكن تنزله ام بي 3 تمام كده. الامتداد اللي انت حابه نزله بيه. مجرد ما هتدوس على ام بي 3 هتلاقي بص بيقول لك داونلود، هتعمله داونلود خلاص. قيس على ذلك بقى اي صوت انت عايزه. ممكن تعمل سيرش وتشوف الاصوات اللي انت عايزها تخدم الحصه بتاعتك او تخدم الموضوع بتاعك. هنرجع تاني على البرزنتيشن بتاعنا. عندي روابط لمواقع تحويل الصور الى نصوص. في موقع هنا اروح كده من كنترول برضو هدخل على الموقع. انت تقدر تحول image to text converter، يعني لو عندك صورة فيها كلام خلاص تقدر تحملها من هنا. هيحول لك اهو براوز فايلز. اضغط كده ممكن تجيب الملف بتاعك من جوجل درايف او تحط له او تضيف هنا URL لو انت اوريدي ضايفه وليه رابط. هتروح لو انت مثلا عامل له مشاركه وليه رابط. طبعا اي فايل مش هيديك رابط الا لو انت عامل له شير تمام زي ما احنا وضحنا امبارح. هنا هتدخل اليو ار ال، انما لو على جهازك هتدوس براوز فايلز من هنا اهو. هضغط براوز فايلز واروح مثلا انا هوريكم نموذج ازاي انا برفع صوره عندي عشان يحولها لي لتكست لنصوص اهو. هروح على اي شهاده من الشهادات اللي انا واخداها وليكن اهي الشهاده دي هي، واقول له اوبن. الشهاده طبعا فيها عباره عن صوره وفيها كلام. هو بيعمل لي ابلودنج اهو على الايمج. مالناش دعوه بالاعلانات الكثيره الموجوده. طبعا اي موقع فري هتلاقي الاعلانات دي. انا لست روبوت. سبميت كابشن ريكوايرد. ماشي. if you need any help please contact us. هنزل كده اشوف رفعهولي ولا ايه. دوسنا سبميت تاني. ابلودنج ايمج. الصوره كده بتترفع اهو. لازم طبعا يتاكد ان انت مش ايه مش روبوت، انت انسان طبيعي اهو. ادي الصوره بتاعتي يا جماعه اهي. طبعا فيها كلام كتير اهو. الكلام الموجود فيها حطهولي اهو. اذا خد لي النصوص من الصوره حطها لي اهي لوحدها. طيب هنا عندي ثلاث خيارات. يا اما ان انا السهم ده السهم ده معناها انزلها. السهم ده كوبي شايفينه اهو، ممكن اخدها كوبي. والسهم ده طبعا لو تقريبا هندوس عليه ونشوف هيديني ايه. هنشوف يديني ايه. لو عايز احملها بيحملها لي اهو كصوره، لان مديك اهو شكل الصوره. يعني هو بيقول لي هيحملها لي جي بي جي، لا انا مش عايز يحملها لي صوره، انا عايز انزلها كملف. ممكن اخدها بايدي كده او اعمل لها ايه، اعمل لها سيليكشن كلها، اعمل للنصوص بتاعتي سيليكشن واروح كليك يمين واخدها كوبي نسخه اهو واروح احطها في ملف وورد زي ما انا عايز بقى تمام كده. يبقى ده برضو من ضمن المواقع الجميله اللي بتقدر ان انت تحول الصوره الى نصوص. عندي كمان مواقع تاني لتصحيح الاخطاء الاملائيه. الله على الجمال، يعني اقول لك ما فيش اروع ولا احسن من كده. يعني انت ده كمان في مواقع للتشكيل يا جماعه، موقع بتشكل منه دلوقتي بقى كل ده موجود، التدقيق الاملائي والنحو والجمع اللغات. يعني مش بس كمان اللغه العربيه، ده كمان اللغه الانجليزيه اهو. لو انت كتبت هنا اولا هنا بتختار اللغه اهو، اللغه لانجوج، تفتح السهم ده وتختار اللغه اللي انت عايزها تمام. احنا طبعا هنختار عربي، واكتب هنا النص اللي انا عايز اعمل له تدقيق املائي.
تمام؟ وأقول له فحص، خلاص؟ طيب هنرجع يجربوا الموقع ده جميل. المواقع دي طبعا منها كتير جدا، لو دخلت وبحثت هتلاقي في موقع كمان للتشكيل، انا ما اعرفش هو، ايوه اهو طبعا شريحه، معلش احنا عديناه اهو، موقع التشكيل ده عجبني جدا اسمه مشكال، هروح على الرابط واضغط على كنترول الكيبورد واضغط كليكايه، هياخدني على موقع مشكال. مشكال ده اهو بيجيب لك كمثال زاد الايه، زاد النيل اهو كلمه، يعني كلمتين، يلا تشكيل شكلهم لي، يلا شايف الجمال، زاد النيل اهو، هتلاقي شكلهم لك، ومش بس كده، وكمان المفروض تحت يعني هي لو جمل كبيره هيديك كمان، بصوا الليل ناون مصدر تعريف مرفوع متحرك، هيديك تفاصيل، ومديك النيل منصوبه والنيل والنيلي، كل حالات الايه شكلها لك باكتر، وعلاقه فعل وفاعل، مديك كمان الاعراب. شفتوا جمال يا جماعه؟ ده موقع برضو من المواقع الرائعه، تقدر تدخل بدل ما تلجا لمدرس لغه عربيه، لا من خلال المواقع دي كلها طبعا اكيد بتستخدم ذكاء اصطناعي بيعمل لنا الدنيا دي. تمام كده؟ احنا كده خلصنا يا جماعه. بشكركم جميعا على ان انتوا، يعني اقول ايه، بشكركم على ان انتوا ربنا اتاح لي الفرصه ان انا اتواصل معاكم يومين متواصلين. دي الايقونه بتاعت فري كام، وده الرابط بتاع فري كام، لو حابين ابعت لكم الحاجات دهيا انا ما عنديش مانع، ارفعوا الليله على جوجل درايف وتقدروا ان انتوا تطلبوه، وانا بمنتهى الاريحيه ابعته لكم، ما عنديش ادنى مشكله، لان طبعا ايه اقول، خيركم من تعلم العلم وعلمه، كلنا في محراب العلم، يعني محبين للعلم ومحبين لنشر العلم، فانا ما عنديش مانع، اللي حابب ان هو ياخد البرزنتيشن اقدر ارفعه لكم على الدرايف وابعت لكم الرابط بمنتهى السهوله ان شاء الله، بس طبعا مش دلوقتي ان شاء الله، ممكن فيما بعد يعني. كده المحاضره خلصت، واتمنى لو في اي استفسار او في اي اسئله اتفضلوا في اللي فات ده، اتفضلوا اسالوا. بارك الله فيك استاذه شاديه، ورشة ثرية ثرية وغنية جدا وممتعة، بارك الله فيك، سنفتح المجال للاستفسارات. ماشي تفضل. الأستاذة رفيعة يمكنك فتح المايك متاعك. الأستاذ سهيب تردي، سهيب تردي، لازم تفتح الميكرو. أستاذة رفيعة أو أستاذ سهيب؟ أشكركم جميعا، بارك الله فيكم، والشكر لله يا جماعة. يعني اللي حابب يستفسر، عشان طبعا يعني يعتبر النهاردة استكمال لامبارح يعني، فإحنا عايزين زي ما بيقولوا نخلص بدري، أنا بكرة عندي مدرسة، فاللي عنده استفسار في اللي فات يتفضل. وإذا بارك الله فيك أستاذة، لا يمكن أن أثقل عليك أكثر، يمكن أن ننهي الحصة، وبارك الله فيك. تسلمي، بارك الله فيكم جميعا، أشكركم جميعا، وأتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا. الرابط أنا هرفعه على الدرايف وابعته للأستاذة ياسمين، وهي تقدر تديه لكم إن شاء الله، أو إن أنا أحطه على الفصل. طبعا الفصل عندنا كان نفسي كله يلتحق فيه، هروح تاني أهو يا جماعة على الجوجل كلاس روم بتاعنا، لما يبقى متاح في الفصل هيبقى اكثر، زي ما بيقولوا ايه، انت مش هتتعب، انت هتروح على الرابط على طول،
وحتفتحوا الفصل مشترك فيه كام؟ 80، واحنا حضرنا امبارح 230. النهارده الحضور برضه. استاذة شادية، استاذة شادية معك الاستاذة ياسمين، يعطيك العافية على كل ما قدمتي. فقط أريد أن أسألك، رابط التقييم هو الذي قدمته لي بالأمس، يعني هو متكون من جزئين، جزء نظري وجزء تطبيقي هكذا؟ تمام. نعم، سنضعه الآن. وبالنسبة للشهادات، بالنسبة للشهادات هو نفس استمارة الأمس، أي نفس الاستمارة، لأن اثنين نقاط فقط على الحضور، هي لمن سجل بالأمس لا داعي لأن يسجل اليوم، لكن لمن لم يسجل الآن وضعوا لكم رابط التسجيل، وسأضع لكم حالا روابط الاختبار اثنان. الرابط الأول هو للجزء النظري على 15 نقطة، والرابط الثاني هو الجزء التقييمي على 15 نقطة، مع أن تتحصل على 30 نقطة إن شاء الله. هذا هو ما أردت أن تتدخل. ألف شكر لك أستاذة شادية من جديد. العفو أستاذة ياسمين، أنا بس هعرض لهم رابط الفصل عشان اللي حابب ياخد الباوربوينت اللي أنا عاملاه، في روابط مهمة، يتفضل أهدي كود الفصل يلتحق به، وأنا هنشر لكم الرابط مجرد ما أرفعه الليلة إن شاء الله، هنشره لكم في الفصل، أنشر الرابط في الفصل التعليمي اللي هو في جوجل كلاس روم. فده كود نعم الفصل. وراح اخذ ما عندك الرابط لكي اضعه لهم على التليجرام ايضا. تمام، وهبعت لك كمان الرابط تاخديه تحطيه لهم على تليجرام او غيره. فالرابط اللي فيه عشان برضو هتستفيدوا، هتلاقي برضو في اكواد التدريب زي ما احنا عرفناكم ازاي تعملوا لها ريديم. وكده ايه كده خلاص ان شاء الله باذن الله نكون استفدنا. و اتفضلي أستاذة ياسمين، أوقف الشير ولا أوقف الشير من عندي؟ مثل ما تريدين، أنا عندي الشير. ألف شكر لك أستاذة شادية مرة أخرى، أشكر الأستاذة بوثينة على تواجدها وقيادتها لهذه الورشة، أشكر الأستاذ وائل كذلك على إشرافه معك، أشكر الهيئة المديرة المتواجدة الأستاذة نبيها بن عائشة، الأستاذة نادية الهاشمي، الأستاذة لميا الأشب، الأستاذة إيمان بوزيزي. أنا لم أتمكن كثيرا من المتابعة، لكن الآن سأتابع التسجيل يعني في غير المشاهدة. شكرا لك وتصبحون على خير. وأنتم من أهل وجماعة، مع ألف سلام، في حفظ الله وأمانه.